مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ماذا في يد سلطات الاحتلال بعد 96 يوما على العدوان على غزة؟ واضح أن المأزق الميداني يتحول مراوحة وبحثا عن تغطية لعملية سحب آلاف الجنود للتوازي مع تكثيف المقاومة عملياتها النوعية. وعلى جبهة لبنان يصعد الاحتلال بحثا عن صورة نصر عبر تكثيف عمليات الاغتيال للتوازي مع ضربات المقاومة المؤلمة. وفي جبهة أخرى يحاول الاحتلال تغييبها هي الضفة الغربية التي تبقى على موعد دائم ويومي مع الاعتداءات الإسرائيلية. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، وأرحب هنا بضيفي الكريم في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية دكتور إياس سكرية. مرحبا دكتور. مساء الخير أستاذ مروان. وسينضم إلينا في إطار هذه التغطية من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جهاد حرب. إذن مشاهدينا الكرام، البداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث يتصدى الفلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، وشرعت قوات كبيرة من قوات الاحتلال في اقتحام المدينة ومخيمها وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، فيما عمدت جرافات الاحتلال إلى تجريف شارع الوكالة المحاذي لمقبرة الشهداء. ومن جنين ينضم إلينا الزميل الصحفي محمد حمدان. محمد، بعد التحية، يعني المشهد يبدو هناك اقتحامات لجنين، كانت هناك أيضا اشتباكات بين المقاومين وبين القوات المقتحمة في الحي الشرقي، هناك أيضا استهداف لجرافة إسرائيلية كانت يعني تجرف بعض مناطق دخولها في جنين. يعني لو تضعنا في صورة المشهد الموقف الميداني معك محمد. نعم، يعني يستمر هذا الاقتحام لمدينة ومخيم جنين منذ قرابة 3 ساعات. كما يبدو الهدف من هذه العملية حتى اللحظة، أو ما يجري بالتحديد، هو عمليات تجريف بشكل واسع، سواء كان محيط مخيم جنين من المحور الغربي على تخوم مخيم جنين، نتحدث عن شارع الوكالة بالقرب من المقبرة، أيضا الجهة العلوية أو ما يعرف بحي الجابريات المطل على مخيم جنين من الجهة العلوية، أيضا عمليات تجريف كبيرة. قوة أخرى لجيش الاحتلال تتواجد في عدة مناطق متفرقة في المدينة، وأيضا ذات الشيء تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تدمير للبنية التحتية، وأيضا تدمير لبعض المحال التجارية، وتدمير لعربات الباعة المتجولين فيما يعرف بشارع الحسبي، وهو نحن نتحدث عن سوق الخضار المركزي الذي يتكون يعني في غالبيته من عربات متنقلة يضع عليها المواطنين الخضروات، ويعتمد عليها المحافظة بشكل كامل، سواء المدينة والمخيم وحتى القرى. فيما يخص الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، وتتوزع على عدة أحياء حسب تحركات جيش الاحتلال. يعني جيش الاحتلال في شارع الناصرة تم استهدافه بعديد العبوات محلية الصنع، أيضا بصليات كثيفة من الرصاص. بعد ذلك انتقلت هذه القوة إلى الحي الشرقي لمدينة جنين. ذات الشيء المقاومون استهدفوا هذه الآليات، وتحديدا جرافة الاحتلال، بعديد العبوات محلية الصنع وأيضا بالرصاص. يعني ما يجري هو سياسة عقاب جماعي لكامل المحافظة، وأيضا محاولة التخلص من هاجس العبوات التي يعني أدت شكلت هاجسا كبيرا لدى جيش الاحتلال والشباك ومخابرات الاحتلال، وخاصة ما حدث في الاقتحام الأخير لمدينة جنين. يعني كبدتهم هذه العبوات خسائر في الأرواح لديهم، وأيضا خسائر في الآليات. فلذلك عمليات التجريف تجري بشكل واسع، سواء كان في مدينة أو مخيم جنين حتى اللحظة. شكرا لك على هذه التفاصيل. يعني حتى الآن الزميل الصحفي من جنين محمد عابد. أيضا مشاهدينا الكرام، أرحب في هذه التغطية بضيفي الكريم الذي انضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عرفات أبو زايد. مرحبا بك أستاذ عرفات. ولكن قبل يعني أن أتوجه إليك، أبدأ معك هنا ضيفي في الاستوديو دكتور إياد سكرية. دكتور إياد، كما تتابع المشهد يتطور
يعني عموما إن كان في قطاع غزة التي تشهد عدوان إسرائيلي متواصل وتشهد أيضا مقاومة عنيفة، المشهد أيضا يتطور في الضفة الغربية وحتى في الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة، جبهة جنوب لبنان، وسنأتي يعني للحديث أكثر عن هذه الجبهات. ولكن اليوم في ضوء اشتعال المشهد وفي ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل إن كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية كما أسلف زميلنا الصحفي من جنين، هناك حراك أمريكي، بلينكين زار تل أبيب وكانت هناك عناوين كثيرة ناقشها مع الإسرائيليين، وبلينكين كما تابعت زار عدد من الدول العربية، أجرى مباحثات مع القطريين والسعوديين والأردنيين وأيضا في تركيا. ما الذي حمله بتقديرك بلينكين إلى إسرائيل؟ وأيضا كان لافتا أنه مكتب نتنياهو لم يصدر أي بيان أو تصريح حول يعني خلاصة أو مخرجات هذه الزيارة. هو أول شيء مساء الخير مروان، مساء الخير لضيفك. هو الثابت اللي لازم ننطلق منه أنه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص غزة وفلسطين تتناسب وتتكامل وتتقاطع بالكامل مع استراتيجية العدو الإسرائيلي. ممكن يكون هناك من تباينات، إلا أنه هاي التباينات هي تعتبر لا يمكن أنه البناء عليها. مثل ما قال أحدهم وزير الخارجية، بس يطلع على الطائرة هو بيكون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يصل إلى أراضي العدو المحتل يصبح عضو بمجلس الحرب. فبالتالي زيارة وزير الخارجية تأتي المنطلقات والخلفيات. أول شيء اللي اتفقنا فيه مروان هيدا التشابه والتكامل والتماثل الكامل بالاستراتيجيتين. نحن بعد ولكن يبدو أنا معك بالتأكيد، هذه من المسلمات دكتور إياد، مسألة الدعم الأمريكي لإسرائيل. ولكن اليوم الموقف، هناك تغيرات استراتيجية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصعيد، ربما كما هي تعلن لأسبابها، وهي تحاول يعني فرض عدة مسائل على الإسرائيليين. ومن المهم أن نتحدث يعني وفق ما تعلن واشنطن، حتى قبل زيارة بلينكين للأراضي المحتلة طالبوا نتنياهو بمسألة الحد بالخسائر في صفوف المدنيين من أجل صورة أمريكا، من أجل إسرائيل، ليس من أجل الفلسطينيين، هذا بالتأكيد. أيضا هم لديهم مخاوف، وهذا ما يعكس الإعلام الأمريكي، من تصعيد الحرب في شمال فلسطين المحتلة. ربما واشنطن لا هنا تتضارب قليلا مع أبدا ما تعمل به اللي عم تفضل فيه. عندما تقول مروان أنه والله الولايات المتحدة عندها قلق، اللي عنده قلق هو بيعطي تعليمات وإملاءات للعدو الإسرائيلي بوقف الحرب. بالتالي طبعا نحن أمام مشهدين متناقضين، والدليل بالوقت اللي بلينكين عند العدو الإسرائيلي المتكلم باسم البيت الأبيض تكلم أنه لا يمكن اليوم وقف الحرب. حتى بلينكين تكلم أنه نحن اليوم مع العدو الإسرائيلي بعدم تكرار عملية طوفان الأقصى، بمعنى بالتالي الذهاب أو المضي قدما والاستمرار بالحرب للقضاء على حماس. اللي كنت بدي اقول لك يا مروان، نعم استاذ مروان، الانتخابات الامريكيه بعتقد باكتوبر تماما. بالتالي اليوم الولايات المتحده الامريكيه عندها عده ابعاد، عده عوامل، عده منطلقات. اول شيء انسنت الجنون الاسرائيلي او العدو العدوان الاسرائيلي، لانه الانسنه انه بالتالي ادخال البعد الانساني نسبيا، لانه قدام العالم صوره امريكا والولايات المتحده الامريكيه صحيح تراجعت كثير، فبالتالي بدها تشتغل على هذا البعد. هلا بنحكي بالتالي الدفع للعدو الاسرائيلي انه الذهاب الى المرحله الثانيه الثالثه من الحرب. الولايات المتحده الامريكيه اليوم المواطن الامريكي بالانتخابات القادمه، نحن كنا تعودنا انه المواطن دائما يكون العامل الداخلي هو او المحدد الداخلي هو اللي بيحدد له اراءه وموقفه من الانتخابات، الى علاقه بدي افترض اذا بتسمح لي بس سريعا الى علاقه بالضريبه، الى علاقه بامور داخليه. بس اليوم العامل الخارجي بما يخص السياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه حيكون هو محدد اساسي لمؤثر على موقف الامريكان من الانتخابات. بالتالي الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية اللي أنت عم تفضل فيه هي أكيد منع أنه الحرب تتصاعد، الحرب تماماً. تكبر، لأنه الضربات اللي اليوم عم تتكبدها الولايات المتحدة الأمريكية، نفترض إذا انطلقنا من القواعد الأمريكية في العراق، صحيح. في سوريا، موضوع اليمن، هناك تهديدات استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية دور إطفائي، لأنه الصعود هاي الحرب بده يدفع الولايات المتحدة الأمريكية أسمان، واستمرار الحرب جميل. عم يدفع أسمان لإسرائيل، فهي خوفا على مصالح إسرائيل، بالتالي عم تدفعها باتجاه، مش خوفا والله على له علاقة بفلسطين أو غزة. تماما دكتور إياد، نحن مضطرين أن نذهب مرة أخرى إلى جنين لمتابعة تطورات المشهد. أعود إلى جنين، ينضم إلينا من هناك زميل الصحفي محمد عابد ليضعنا في تفاصيل مشهد الاشتباكات، مشهد الاقتحامات الإسرائيلية لجنين ومخيمها. محمد، بعد التحية من جديد، يعني لو تحدثنا أكثر عن مستجدات المشهد. نعم، يعني نحن نتواجد هنا على دوام السينما وسط مدينة جنين، حيث قبل لحظات مرت عدد من الجبات العسكرية برفقة جرافة عسكرية كانت قد قامت بتدمير عدد من البسطات في الحي الشرقي من المدينة، بالإضافة إلى سوق الخضار القديم وسوق الخضار الجديد في مدينة جنين. والآن توجهت هذه الجرافات العسكرية التي ما زالت متواجدة في وسط مدينة جنين إلى شارع أبو بكر، وهو أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى أنه أكثر شارع تجاري فيها، يتواجد فيه عدد من البسطات التي قامت جرافات الاحتلال بتدميرها أيضا، بالإضافة إلى عدد من آخر من البسطات التجارية التي هي لمواطنين بسطاء في مدينة جنين. وكذلك عند الساعة 11 من مساء أمس كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم جنين من الجهة الغربية، وتحديدا من دوار العودة، وقامت بتجريف البنية التحتية عند مقبرة المخيم الجديدة، وكذلك في المخيم الجديد وحي الهدف وعدد من المناطق الأخرى، وبالقرب من مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين المتواجدة في المنطقة الغربية من مخيم جنين. وقعت اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال كنا قد رصدناها هنا على دوار السينما، تم إطلاق صليات من الرصاص باتجاه جيش الاحتلال، ورد جيش الاحتلال بصليات أخرى اتجاه الشبان الذين اشتبكوا مع جيش الاحتلال. وكذلك في مخيم جنين كان هناك اشتباك مع جيش الاحتلال واستهدافه بالعبوات المتفجرة محلية الصنع، وكذلك تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع في سماء المدينة والمخيم، حيث أكثر من طائرة استطلاع تتواجد في سماء المدينة والمخيم منذ بداية الاقتحام حتى هذه اللحظة. وعلى ما يبدو هناك تحرك لجيش الاحتلال، سنريكم تحرك آليات الاحتلال في المنطقة هنا بالقرب من دوار السينما والمنطقة وسط البلدة وسط مدينة جنين والمنطقة التجارية فيها. هذه عدد من الآليات العسكرية برفقة الجرافة الآن دخلت في شارع أبو بكر في وسط المدينة، وكذلك قامت بتجريف للبسطات، بسطات الباعة المتواجدة على أطراف الشوارع في مدينة جنين، وكذلك بالقرب من مسجد كبير. الآن كما تسمعون هناك أصوات لانفجارات لربما ناجمة عن أكواع متفجرة محلية الصنع في المدينة هنا، واستهداف لآليات الاحتلال. هذه آليات الاحتلال التي تتواجد في شارع أبو بكر حاليا، وشبيهة لها موجودة في مخيم جنين كذلك. تمام، يعني تتعمد قوات الاحتلال محمد في كل جولة اقتحام إلى تخريب البناء التحتية، تدمير المنشآت التجارية، يعني ما وراء هذه السياسة محمد؟ وأيضا ما حجم الأضرار
التي خلفتها اقتحامات الاحتلال. نعم، يعني جيش الاحتلال يقوم بتجريف للبنية التحتية من أجل كسر الحاضنة الشعبية حول المقاومة، وكذلك يدعي وجود عبوات متفجرة في الأرض ومدفونة تفجر بآليات جيش الاحتلال. الآن تحرك لهذه الآلية العسكرية هنا بالقرب من دوار السينما كما تشاهدون. هذا التحرك الحالي لجيش الاحتلال في هذه المنطقة حاليا، تقوم آليات الاحتلال بالتحرك في وسط مدينة جنين، وهي هذه المنطقة هي أحد أكثر الأحياء نشاطا وحيوية طيلة فترة اليوم، سواء كانت في ساعات الصباح أو كما تسمعون إطلاق الرصاص. الآن يستهدف جيش الاحتلال في مدينة جنين، هذا الآن هنا في منطقة دوار السينما استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي في المدينة، وكان قد حصل قبل لحظات اشتباك آخر مع جيش الاحتلال في نفس المنطقة، وحيث كانت تتواجد آليات الاحتلال في منطقة الدوار الرئيسي من المدينة. وكما تلاحظون هذه الصورة توضح تحرك آليات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى الأصوات التي سمعتموها الناجمة عن انفجارات وأصوات لإطلاق الرصاص تجاه جيش الاحتلال في مدينة جنين. تماما، يعني رغم كل الاقتحامات محمد لمخيم جنين وحجم هذه الاقتحامات، لأن المقاومة قادرة يعني على التحرك ومجابهة هذه المركبات والقوات المقتحمة. نعم، يعني هناك تحرك حيث نسمع أصوات إطلاق الرصاص من عدة أماكن مختلفة، سواء كانت في المدينة أو في المخيم، ليست منطقة اشتباكات واحدة محصورة في مخيم جنين فقط، وإنما هنا حتى في المدينة نسمع إطلاق للرصاص، ما يعني أن هناك تحرك للمقاومين واستهداف آليات الاحتلال في عدة مناطق من أماكن تواجده هنا في مدينة جنين واقتحامه المستمر منذ أكثر من 3 ساعات تقريبا. تماما محمد، الزميل الصحفي محمد عابد من جنين، يعني حتى اللحظة شكرا لك، وسنكون معك لمتابعة تطورات المشهد الميداني في مخيم جنين. أعود إلى ضيفي من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جياد حرب، مرحبا بك من جديد، ونواصل الحديث يعني عن تطورات المشهد فيما يتصاعد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، كما تتصاعد المقاومة وحالة التصدي الفلسطينية في قطاع غزة، وللميدان الكثير يعني من الآثار ومن التأثيرات على كل المسارات عمليا كما تتابع أستاذ حرب. كان بلينكن اليوم قد زار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقى المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو. مكتب نتنياهو لم يخرج بأي بيان ليتحدث عن مخرجات هذه اللقاءات. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ربما غمزت أو ألمحت إلى أن هناك خلافات. الآن كيف تبدو الرؤية الأمريكية والتي يعني حملها بلينكن إلى تل أبيب، خاصة أنه كان قد التقى عددا من المسؤولين العرب، التقى يعني زعماء 5 دول عربية وأجرى أيضا مباحثات في تركيا. ما الذي نفهمه من الرؤية الأمريكية الآن سيد حرب؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين والمشاهدات. أولا يجب التفريق بين مسألتين، مسألة العلاقة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هناك حسم فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وحمايتها وأمنها، لكن تبرز بين الإدارات الإدارات الأمريكية والحكومات الإسرائيلية بعض الخلافات، ليست جوهرية لكنها مهمة. دعنا أقول أن هناك اتفاق بين الإدارة الأمريكية الحالية و الحكومة الإسرائيلية في بعض من القضايا، وهناك خلاف أو اختلاف في بعض القضايا الأخرى. الاتفاق هو أولا كما ذكر يوم أمس وزير الخارجية ألا يكون هناك تهديد من جديد كالسابع من أكتوبر في قادم الزمان. صحيح. وبالتالي
وما قاله كيربي كمان الليلة أو ليلة أمس طبعا، أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم وقف إطلاق النار وبالتالي استمرار العمليات الحربية الإسرائيلية بهدف، وهذا متفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والحكومة الإسرائيلية، هو القضاء على حركة حماس أو عدم قدرة أو عدم وجود حركة حماس في الحياة العامة أو السياسية الفلسطينية. أي الهدف الإسرائيلي الأساسي وهو القضاء على، إن لم تستطع القضاء على حركة حماس ذاتها، القضاء على قدرتها على الحكم في قطاع غزة. هاتان المسألتين هناك اتفاق تام بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الديمقراطية الأمريكية، وهذا شاهدناه في زيارة بلينكين. طبعا الدعم الأمريكي المستمر بمنع بحماية إسرائيل وعدم الرضا عن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية وغيرها، هذه جزء من التفاصيل التي تماما. تشكل حماية لإسرائيل. أما الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية برزت منذ الأيام الأولى، لكن لم تكن ذات قيمة وأهمية صحيح. بالنسبة للجمهور، لأنه الإدارة الأمريكية دفعت بكل الدعم لإسرائيل من أجل تشكيل تحالف، وإن لم يتم تسميته بتحالف، حتى يكون هناك حماية لإسرائيل بالدعم المتواصل. وشاهدنا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية يتقاطرون على إسرائيل ويقدمون لها الدعم. وهنا أريد أن أفصل في بعض الخلافات التي برزت خلال 3 أشهر الماضية. أولا، وهناك اتفاق أيضا على منع توسيع الحرب بالنسبة للحكومة الإدارة الأمريكية، ولكن إسرائيل قد توسع هذه الحرب من خلال اعتداءاتها المستمرة على جنوب لبنان بشكل رئيسي، صحيح. بالإضافة إلى العمليات اللي أحيانا تقوم في إيران وأحيانا في العراق وفي سوريا أيضا. الأمر الخلافات هي تتعلق أولا بالحد من عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين، أي ما يسمى في الإدارة الأمريكية المرحلة الثالثة، وهي تمام. القيام بعمليات مركزة. هذا يوجد فيه خلاف، لأن إسرائيل مستمرة في حربها وتوسيع حربها في خان يونس وفي المحافظة الوسطى أو ما يسمى بالمخيمات الوسطى. الأمر الثاني هو الخلاف حول وقف، على الولايات المتحدة الأمريكية تقول رفض الهجرة القصرية تماما للفلسطينيين، وتطالب لأنه بعودة النازحين نعم إلى الشمال عودة مجددا. النازحين إلى الشمال. الأمر الآخر هو رفض احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وهذا أعلنته تماما الإدارة الأمريكية أكثر من مرة، بالإضافة إلى رفض اقتطاع جزء من قطاع غزة، أي أن يكون هناك شريطا حدوديا تسيطر عليه. والأمر نعم الآخر هو وجود مسار سياسي بناء على خيار حل الدولتين بعد إنهاء هذه الحرب. والأمر الأخير هو عودة السلطة الفلسطينية. الحكومة الإسرائيلية سواء اليمين المتطرف فيها أو نتنياهو تماما لا يقبل بعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وفقا للشروط الأمريكية بسلطة متجددة، لكن تماما أيضا هو يتحدث عن عودتها من أجل أن يكون هناك وحدة قانونية سياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. من الواضح أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تماما تستطع فرض قضايا متعددة، على سبيل المثال وهي أصغرها. انا عذرا انا مضطر لانه انا تاخرت ايضا، على سنواصل نعم النقاش في هذه المساله استاذ جهاد، ولكن دعني انتقل الى غزه. ارحب بك استاذ عرفات ابو زايد الكاتب والمحلل السياسي. في ضوء يعني مشهديه العدوان المتواصله على قطاع غزه سيد ابو زايد، هناك حراك في المنطقة وحراك أمريكي، وكما أسلف ضيفي الكريمين يعني من المسلمات واشنطن تدعم وتمد إسرائيل بكل أدوات هذه المعركة، ولكن اليوم في ضوء ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية، ما يطرحه بلينكين اليوم، ما الخيارات الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة؟ ما الذي نترقب من إسرائيل في قادم الأيام؟ ونتنياهو يبدو أنه يعني يقوم بسياسات أكثر عدوانية، سياسات متهورة، سياسات تتجه إلى التصعيد عمليا. سيد أبو زايد، بداية تحياتي لك أستاذ مروان، موصولة لضيوفك الكرام الأستاذ إياد والأستاذ جهاد والأستاذ المشاهدين. من الواضح أن نتنياهو لا زال يواصل نفس الوتيرة ونفس الخطأ في التقدير
الموقف الذي كان في 27 أول أكتوبر في بداية انطلاق عملية طوفان الأقصى، والتي كانت لها علاقة بتوضيح كل الخلل الذي شاب في المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية، التي كانت تتوقع أن يكون هناك حالة احتواء وحالة يعني تراجع كبير لدى المقاومة في قطاع غزة، وعدم قدرة بالتحديد حركة حماس على القيام بأي عمل نتيجة التفاهمات الاقتصادية التي كانت يعني منذ سنوات تدور في قطاع غزة. هذا جانب، ولكن يبدو أن كل خلل في تقدير الموقف لا زال مستمرا لدى حكومة نتنياهو، وبالتحديد لدى نتنياهو. الخيارات التي يمتلكها نتنياهو أو تمتلكها الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن بتقديره هي مواصلة عملية القتل، مواصلة عملية التدمير، مواصلة عملية القصف، حتى مسألة المراحل التي يعني يخرج بعض التسريبات أو بعض الأحاديث بأن هناك اختلافات أو هناك يعني تباينات في الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية حول مسألة المراحل. أنا أعتقد يعني من وجهة نظري بأن ليس هناك ما يعني شيء يسمى مراحل. الإسرائيلي يقوم بمرحلة واحدة وعملية واحدة، عملية القصف والقتل والتدمير الممنهج والمنظم كل البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، واستهداف يعني مراكز الإيواء واستهداف كل شيء في قطاع غزة. لذلك الإسرائيلي منذ 27 أول أكتوبر حتى الآن هو يمارس نفس يعني الوتيرة من عملية التدمير والقتل ويعني التهجير من للمواطنين من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، وكذلك عمليات يعني الرفض الكامل لأي من الحلول السياسية، وكذلك حتى مسألة وقف إطلاق النار. مسألة يعني الخيارات، أنا بتقدير أن الإسرائيلي نتنياهو بالتحديد يريد أن يطيل أمد هذا العدوان بشكل كبير، لأنه يعلم تماما بأن يعني انتهاء هذا الحرب، وهذا أصبح معروفا للجميع سواء كان المحللين السياسيين أو الكتاب أو الإعلاميين أو حتى السياسيين على مستوى الشارع، وربما يكون حتى المواطن الفلسطيني والمواطن العربي أصبح يقرأ ذلك بشكل جيد، بأن نهاية هذا العدوان وهذه الحرب هو يشكل يعني نهاية مستقبل نتنياهو السياسي. لذلك من الواضح أن نتنياهو يعلم ذلك تماما، والجبهة الداخلية الإسرائيلية والمعارضة الإسرائيلية تسعى بشكل كبير يعني لوضع نتنياهو يناقش الآن، أو حتى هو يرفض أن يناقش، ولكن هناك مناقشة لمسألة اليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة وكيفية إدارة الحكم. الآن هناك مناقشات أيضا داخل يعني الجبهة الداخلية الإسرائيلية وخاصة المعارضة الإسرائيلية التي تتحدث أيضا عن اليوم التالي لنهاية هذا العدوان بما يخص مستقبل رئاسة الوزراء وما يستقبل نتنياهو السياسي. بتقدير أن يعني الخيارات المطروحة أمام نتنياهو هو مواصلة عمليات القتل، ويبدو أن نتنياهو لا يأبه كثيرا بمسألة أسراه في قطاع غزة الذين هم في قبضة المقاومة، ولا يأبه كثيرا أيضا بمسألة القتلى الإسرائيليين الذين يسقطوا كل يوم يعني بشكل كبير جدا في محاور قطاع في محاور قتال في قطاع غزة. تماما سيد أبو زايد، ننتقل إلى رفح زميل الصحفي من هناك علام صباح. علم بعد التحية، المشهد الميداني الآن في رفح مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية كان على رفح على خان يونس على يعني معظم المناطق في قطاع غزة. قبل قليل قالت الأنباء بأن هناك غارة إسرائيلية استهدفت بناء في إحدى مناطق رفح، أسفر عن استشهاد نحو 15 شهيدا وهناك عشرات الجرحى. نعم، قبل وقت قصير غارت الطائرات الإسرائيلية على منزلا في منطقة حي كندا في تل السلطان غربي مدينة رفح، وارتقى على إثر هذا القصف الإسرائيلي 15 شهيدا وعدد كبير من الإصابات، وصلوا إلى مشفى النجدار شرقي مدينة رفح جراء هذه الغارة. أيضا عرف من بعض الشهداء نازحين من مدينة خان يونس كانوا يتواجدون في هذا المنزل الذي استهدف بصاروخين من الطائرات الحربية. أيضا بعض الشهداء الأطفال جرى محاولة إنعاشهم في هذه المستشفى على الأرض نتيجة نقص في الأسرة ونقص في المستلزمات الطبية في هذا المشفى الذي يخدم مدينة كاملة تحتوي على أكثر من 1.5 مليون نازح من سكان قطاع غزة. أيضا قبل قليل أغارت الطائرات الإسرائيلية على منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وارتقى على أثر هذا القصف 4 شهداء جرى نقلهم إلى مشفى الأقصى في دير البلح. أيضا الغارات الإسرائيلية لا زالت متواصلة على مدينة خان يونس
جنوب قطاع غزة، ولا زال القصف المدفعي متواصل بشكل مكثف في هذه المدينة مع تواصل إطلاق قنابل إنارة من قبل المدفعية الإسرائيلية. أيضا قبل قليل نعت مفوضية الإعلام الزميلة الصحفية هبة العبادلة التي ارتقت هي وعدد كبير من عائلتها في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس قبل عدة أيام. قبل قليل تأكد خبر استشهاد الصحفية هبة العبادلة، مما يرفع عدد شهداء الكوادر الطبية إلى 113 شهيدا. من الكوادر الصحفية تقصد؟ نعم صحفية، صحيح، من الكوادر الصحفية. حتى الآن وحسب ما وصل من مصادر صحفية من مدينة خان يونس بأن هناك عشرات الشهداء المتواجدين في المنازل والمتواجدين تحت ركام المنازل المقصوفة من قبل الطائرات الإسرائيلية، لا تستطيع الطواقم الطبية ولا حتى طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هؤلاء الشهداء. حتى بعض منهم تحلل جثمانهم نتيجة استهداف الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني التي تحاول الوصول إلى أماكن هذا القصف. إذن الغارات الإسرائيلية لا زالت متواصلة. ظهر أمس الثلاثاء كان هناك أيضا غارة من الطائرات الإسرائيلية بالقرب من مستودعات الأونر وفي مدينة رفح لمجموعة من المواطنين، واستشهد على إثر هذا القصف أيضا طفلين وصلا إلى مشفى النجار. نتحدث عن مناطق ادعى الاحتلال بأنها آمنة، رفح، خان يونس الوسطى، ولكن منذ عدة أيام أو حتى منذ بداية العدوان الإسرائيلي وهذه المناطق تقصف بشكل جنوني من قبل الطائرات الحربية. ناهيك أيضا عن القصف المدفعي المتواصل وقصف البوارج الحربية للسواحل الجنوبية والمنطقة حتى الوسطى بشكل مكثف جدا منذ صباح هذا اليوم. إذن الغارات الإسرائيلية لا زالت متواصلة، المجازر الإسرائيلية لا زالت أيضا متواصلة في مناطق ادعى الاحتلال بها أنها آمنة. أيضا هناك تحليق للطائرات الحربية بشكل مكثف جدا وبشكل منخفض جدا مع تواصل لتحليق الطائرات المسيرة المحملة بالصواريخ وحتى طائرات كواد كابتر التي تطلق النيران بشكل مباشر على المواطنين. مساء أمس كان في محيط مجمع ناصر الطبي وحتى في عدد من المدارس أو مراكز الإيواء في مدينة خان يونس تم إطلاق النار بشكل مباشر على من كانوا يتواجدون داخل هذه المدارس أو حتى على محيط مجمع ناصر الطبي، وأيضا على من كانوا يتواجدون في محيط مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح. هذه مجمل الأحداث لحتى الآن مع تواصل القصف الإسرائيلي ومع ارتفاع عدد الشهداء في مدينة رفح إلى 15 شهيدا وتواصل الغارات الإسرائيلية والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. زميل الصحفي من رفح علم صباح، شكرا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المعطيات. عودة إليك ضيفي في الاستديو دكتور إياد سكرية. اسمح لي بدي أعلي على موضوع بالضفة الغربية وجنين، هذا الموضوع مهم. نعم. قبل عملية طوفان الأقصى، أول شيء فلسطين كلها هي عملية، هي حالة قلق للعدو الإسرائيلي انطلاقا مثل بيقولوا من قوة الحق والإرادة والمظلومية. صحيح. قبل عملية طوفان الأقصى كنا نشوف كانت هاي المقاومة هي بالضفة الغربية كانت متصاعدة، وكانت هناك معركة بأس جنين أيضا. هون بدي أقول لك يا أستاذ مروان، قلت لك فلسطين كلها حالة قلق للعدو، إنما العدو الإسرائيلي ينظر إلى الضفة الغربية وجنين بقلق أكثر من قطاع غزة. قطاع غزة ينظر إليها من عيون، من منظار أمني. صحيح. بينما الضفة الغربية لأنه أنت عندك مسجد الأقصى، عندك القدس. صحيح. مثل بيقولوا كل شيء له علاقة بسياسة العدو الإسرائيلي. ولا تنسف كل مخرجات اتفاقية أوسلو، بالتالي ما فينا نعيش مع هيدا، مع هذا الشعب الفلسطيني. وبذات الوقت أهالي الضفة الغربية وجنين عم يشوفوا شو عم يصير مع أخوانهم بقطاع غزة، وبيطلع طلعوا القيادات أكان يعني أبو عبيدة أو كذا. صحيح. اللي خاطب أو يعني ما جرى في غزة عزز المشهد الثوري وإجا اغتيال القائد عروري كمان اللي هو من أسباب اغتياله، أنه هو يحرك كل الضفة الغربية على مستوى المقاومة. بما يخص التقاطع بين ضيوفك وأنا، بما يخص أنه الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية ذاتها جيد بلينكن سوى هي
هي اول شيء كمان بدي اقول لك ترميم اذا خلافات داخل اداره العدو الاسرائيلي بين الجناح العسكري والجناح السياسي، لانه كل ما صار في هو ومسافه داخل اداره العدو الاسرائيلي كل هذا ما اثر على مسار الحرب. نحن بعمليه طوفان الاقصى اللي صارت ب 7 اكتوبر، استراتيجيه العدو الاسرائيلي ردا على هاي العمليه التاريخيه هو انه سحق حماس، تحرير بين بارونتاز الأسرى او ما يسمى بالرهائن، فاتوا بالمرحله الاولى عبر الطائرات، ما تم ضربه للفلسطينيين تخمين يعادل اكثر ما ضرب على هيروشيما وناكازاكي. عم تحكي لم تحقق اسرائيل اي من اهدافها سوى القتل والتدمير، ولكن السؤال دكتور راحوا على المرحله على المرحله الثانيه الغزو البري. شفنا بالغزو البري انه انتصار وصمود. هون اللي من احدى اسباب زياره بلينكن المرحله الثالثه. شو هي المرحله الثالثه؟ انه بالتالي خلينا نخفف من الهمجيه للعدو الاسرائيلي تجاه الراي العام العالمي، نفوت باتجاه ضربات موضوعيه الى علاقه باغتيال قيادات، الى علاقه بالانفاق. بس هاي المرحله الثالثه مهما كان من سياسي او ميول او رغبات للعدو الاسرائيلي او الامريكان مرتبط بالميدان. الميدان اليوم هو صحيح. صمود أهالي غزة، صمود جميل. المقاومة، وهذا الصمود كمان بيقرر المرحلة الرابعة اللي هني حكيوا عنها، بالتالي المسار السياسي. ممكن هون دور لتركيا والعالم العربي أو بالأحرى الدول العربية. تماما أستاذ جهاد حرب، العودة إليك، ويعني استكمالا لما كنت تتفضل به وما طرحه أيضا ضيوفي، الآن إذن من الذي سيحدد مسار المرحلة المقبلة؟ هل نتنياهو المأزوم، نتنياهو الذي يقف على مفترق يعني انتهاء حياته السياسية والذهاب إلى السجن، وهو يقوم يعني بسياسات هوجاء كما نتابع، أم ماذا عمليا سيد جهاد؟ والحديث دائما عن الأيام المقبلة، عن المرحلة التالية، تصدر المشهد الحديث الدولي ومشهد الحديث الإسرائيلي أيضا. دعنا نقول انه اولا على اداره الحرب ما زال نتنياهو هو المسيطر والذي يستطيع استمرار اتخاذ القرارات داخل مجلس الحرب والكابينت. لديه ائتلاف يميني متطرف يدعمه بشكل مطلق ويضغط على الاطراف الاخرى خاصه من الجيش او من الاحزاب التي انضمت في لحظه الحرب او في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. وبالتالي نتنياهو حتى الآن هو الذي يقرر ويتصرف بالشكل الذي يريده، على الرغم من المعارضة التي نشهدها بين القيادات السياسية الإسرائيلية. وهنا علينا أن ندرك كيف يفكر المجتمع الإسرائيلي. ما زالت حالة الهوس والفوبيا التي اجتاحت المجتمع الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر هي التي تحدد رأي الجمهور الإسرائيلي بالاستمرار بالحرب، على الرغم من أن أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإطلاق سراح الأسرى وإجراء تبادل الأسرى، لكنهم ما زالوا أيضا مؤيدين للحرب ضد قطاع غزة، أي يريدون إطلاق سراح أبنائهم ومن ثم الحكومة الإسرائيلية وجيشها يستكملون هذه الحرب. هذا ما نلاحظه على الرأي العام الإسرائيلي، على الرغم من وجود ملاحظات أو كتابات أو تصريحات لسياسيين سابقين مثل رؤساء حكومات أولمرت وباراك أو رؤساء أجهزة أمنية للموساد والشباك سابقا، وكذلك لهيئة الأركان أو للجيش الإسرائيلي، إلا أن هذه ما زالت غير مؤثرة. والمعارضة تطالب بإقالة نتنياهو لأنه يريد إطالة أمد الحرب وتوسيعها من أجل غايات سياسية خاصة به، أي لمصلحته لإطالة أمد هذه الحكومة. أما فيما يتعلق باليوم التالي، علينا أن نتذكر أولا أن الميدان، وقبل كل شيء أن الميدان هو العامل الحاسم بالرؤية النهائية لليوم التالي، أي صمود المقاومة الفلسطينية على هذه الفترة الطويلة. واستمرار الصمود يعني الإبقاء على قدرة الفلسطينيين على تحديد توجهات اليوم التالي. وإسرائيل حتى الآن لم تحقق أي من أهدافها التي أعلنتها، سواء فيما يتعلق باجتثاث المقاومة الفلسطينية أو بإعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة أو
في منع إمكانية أن يكون قطاع غزة مهدد لقطاع غزة. بالأمس على سبيل الإسرائيل بالأمس على سبيل المثال أطلقت رشقة صواريخ على منطقة واسعة في إسرائيل من الجنوب إلى صحيح. تل أبيب، وبالتالي لم تستطع إسرائيل حتى الآن أن تقول بأنها أنجزت شيئا من أهدافها إلا عملية تدمير ممنهج لقطاع غزة، سواء للبنية التحتية أو للمنازل، وهنا لا نذكر الأرقام لأنها تتجدد كل يوم، لكن نسبة هائلة من منازل المواطنين أصبحت غير قادرة للسكن، تدمير النظام الصحي الفلسطيني وإخراجه عن الخدمة تقريبا، تدمير النظام التعليمي الفلسطيني حيث تم تدمير أعداد كبيرة من المدارس في قطاع غزة، وأصبحت المدارس الأخرى أماكن إيواء المواطنين الفلسطينيين. الأمر الآخر وهو تجويع الشعب الفلسطيني وإنهاء أو إلغاء أو تدمير القدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني سواء على المستوى الصناعي القطاع الصناعي أو الزراعي، وبالتالي أنهت تماما القدرة على مصادر الرزق للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا هو ما حققته إسرائيل حتى الآن في قطاع غزة. أما الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لم تستطع الوصول إلى أي من هذه الأهداف. تماما سيد جهاد. سيد أبو زايد بالعودة إليك، يعني أيضا مما تحدث به بلينكين هو تحدث أن هناك فرص لتعزيز العلاقات مع الرياض والدول العربية مقابل وقف الحرب، هذا ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. هذه الجزئية كيف تعلق عليها سيد أبو زايد؟ يعني كما تعلم تماما بأن قبل معركة طوفان الأقصى كانت مسألة صحيح. التطبيع يعني في على أوجهها، وكان هناك حديث كبير وواسع بأن هناك يعني حديث عن تطبيع بين الرياض وبين إسرائيل، وتم الحديث في هذا في أكثر من مكان، وكان هناك يعني تجاوز مسألة الحديث وتجاوز مسألة الإعلام من خلال الزيارات التي كان يقوم بها بعض الإعلاميين الإسرائيليين إلى السعودية، وكذلك بعض المناسبات التي كانت يعني كان يتواجد بها ممثلين عن السعودية وإسرائيل. وربما يعني بلينكين أراد أن يقوم بشيء يعني جديد أو يتحدث بشيء جديد له علاقة بمسألة التطبيع التي يريد يعني بايدن أن يكون هناك إنجاز قبل نهاية الفترة الأولى إذا يعني حالفه الحظ في الانتخابات القادمة من خلال تطبيع العلاقات مع السعودية. ويبدو أن السعودية ليس لديها مانع في مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال الكثير من التصريحات التي تم الحديث بها، أو حتى التطبيع الإعلامي من خلال تصريح عدد من الوزراء أو المسؤولين الإسرائيليين لصالح يعني سواء قنوات سعودية أو حتى صحف سعودية تحدثت عن التطبيع مع السعودية بين التطبيع السعودية وإسرائيل. لذلك بتقدير أن حتى بلينكين هناك معاناة شديدة لدى الإدارة الأمريكية في مسألة يعني توجيه الدفة بما يخص مسألة التطبيع، خاصة وأن كل يعني ما قامت به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال فترة حكم ترامب بمسألة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين عدد من الدول العربية يبدو أنه باء بالفشل من خلال معركة طوفان الأقصى التي يعني أوضحت بشكل كبير صحيح. كيف لهذا الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتبر بأن أو يقال بأنه جيش لا يقهر، وكان يتم الحديث بأنه سيقوم بتوصيل معدات ومنظومات يعني أسلحة تستطيع أن يمد بها تلك الدول التي يمكن أن تطبع معه، كيف انهار في عدة ساعات أقل من 5 ساعات انهار بشكل كامل أمام المقاومة. كذلك حجم الجرائم والانتهاكات التي يمارسها والإبادة، وبالمناسبة بلينكين تحدث أنه لا يرى أن هناك إبادة حدثت في قطاع غزة، ولكن من الواضح أن حجم الإبادة والقتل والمحارق التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة أثرت أيضا بشكل كبير على الوعي العربي الذي ربما يعني جعل من القضية الفلسطينية في ذيل اهتماماته خلال السنوات الأخيرة، ولكن من خلال عملية القصف والقتل الممنهج التي قام بها الاحتلال في قطاع غزة يعني أعادت يعني فلسطين إلى الواجهة. بالمناسبة عندما يتحدث يعني الصحفي علم صباح من رفح باسم النجار، هذا عبارة عن عيادة، هو ليس مستشفى، ونحن نتحدث عن عيادة صحيح. تخدم الآن ما يقارب مليون ونصف مواطن في مدينة رفح، وهذه تعتبر جريمة حقيقية على مسمع ومرأة منظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التي تتابع وتصمت وربما يعني تتخاذل أمام تقديم الخدمة
للمواطنين في قطاع غزة. تمام سيد أبو زايد، عود إليك. ضيفي هنا في الاستوديو دكتور إياد سكرية، ونحاول أن نختصر لأن الوقت أدركنا. كنت أسألت على اليوم التالي وبما يخص الدول العربية من سريعا من بركات عملية طوفان الأقصى أنه نحن صرنا بعصر فلسطين. بعصر فلسطين من أدبياتها أسقطت أو علقت ما يسمى بالتطبيع، بالتالي اليوم التالي ما ممكن يكون أي إمكانية أو فرصة لأي دولة عربية إلا عبر الميدان. إذا ظل اليوم الصمود الشعب الفلسطيني، مش فقط صمود المقاومة، إحنا نتكلم اليوم ضيفك يتكلم، نتكلم عن فوق المليون نازح، نتكلم عن حالة مجاعة، وإذا الشعب الفلسطيني صمد، لأنه إذا صمد وإذا ما صمد بالتالي العدو الإسرائيلي يحقق ترانسفير بالإكراه أو للشعب الفلسطيني، بالتالي هذا على كمان على إيقاع ما يسمى بمحور أو وحدة الساحات أكين من اليمن إلى العراق إلى لبنان، بالتالي أمام هيدي التشابك بهيدي المقاومة وهذا الصمود، بالتالي أي الكلام عن الإكزيت الخروج الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي أو الأمريكان، الرؤية أنا أختلف مع البعض يقولوا أنه الأمريكان أو الإسرائيليين ما عندهم رؤية وبالتالي للمرحلة، لا الرؤية موجودة، إنما كيف يكون هناك رؤية وترجمة لهذه الرؤية والميدان ما زال هو بيد قبضة المقاومين الفلسطينيين تماماً. والشعب الفلسطيني اللي هو تماماً. المتصل بما يحصل في جنوب لبنان وغيره. تماما دكتور، أيضا أستاذ جهاد حرب، لأن الوقت أدركنا وتحدث ضيفي هنا يعني عن الجبهات، جبهة جنوب لبنان، الوضع في شمال فلسطين المحتلة يتطور يتصاعد، حتى أنه رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقول لست أدري إذا كنت أستطيع القول صباح جيد، وكل ما أقوم بجولة في المستوطنات في الصباح أبكي، لم يبقى لدينا بنية تحتية في إسرائيل. كيف ينظر إلى تطورات المشهد في شمال فلسطين المحتلة وباختصار لو سمحت؟ هي جزء من المعركة التي يخوضها الشعب العربي والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بكل تأكيد الفلسطينيون ينظرون بنظرة عز وكرامة للمشاركة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنها توقع خسائر مؤلمة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا جزء من السند والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. الآن في الضفة الغربية هناك أكثر من منطقة يتم اقتحامها، مدينة رام الله الآن يتم اقتحامها صحيح. واقتحام جميع الأحياء الموجودة في مدينة رام الله والبيرة في مخيم الأمعري وفي سطح مرحبة وجبل الطويل وحي من الشرايط والمصيون والمصباح، وهي أحياء مركزية وأساسية في مدينة رام الله وجنين وهذا الاجتياح العشرين منذ 7 أكتوبر. بالتالي هناك تكامل في الجبهة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وحدة الساحات بشكل مختلف عما رأيناه في عام 2021، لكنه أيضا أوسع بكثير مما كان في تلك السنة. اليوم نتحدث عن باب المندب، عن اليمن وعن لبنان وعن سوريا وعن العراق وفلسطين بجناحيها تماماً. الضفة الغربية وقطاع غزة. وأيضا أتوجه إليك سيد عرفات أبو زايد، وأستكمل أيضا ما قاله ضيفي جهاد حرب وهو يتحدث عن جبهات الإسناد، حتى يعني كان هناك أيضا استهداف لسفينتين إسرائيليتين في المحيط الهندي، وهذا الاستهداف حمل رسائل سياسية وعسكرية بطبيعة الحال. تكامل جبهات الإسناد وهي تتطور يوما بعد يوم، ما الذي ستفرزه بتقديرك من أدوات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الميدان الفلسطيني المشتعل والذي أيضا يحمل هو مفاتيح القوة؟ يعني بتقدير أن الجبهات التي فتحت سواء كان الجبهة الشمالية أو جنوب لبنان وكذلك اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق واستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وكذلك في سوريا، هذا أفرز
يعني حالة يعني تخبط في الرؤية الأمريكية والإسرائيلية في التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة، وبتقدير أن يعني إذا يعني لاحظنا كل عمليات المقاومة وخاصة في شمال فلسطين المحتلة، عمليات حزب الله كان لها دور كبير ومؤثر جدا في سير المعركة، وربما لو لم يكن هناك يعني تدخل مباشر من حزب الله في المنطقة الشمالية أو في الجبهة الشمالية لكان هناك حالة يعني استفراد أكبر وحالة يعني عنجهية أكبر لدى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. أنا قبل قليل قرأت بأن هناك ما يقارب 120 منزل تم تدميرهم إما بشكل كلي أو جزئي في منطقة المطلة من أصل 600 منزل. نحن نتحدث عن معركة شرسة يقوم بها حزب الله في المنطقة الشمالية، نتحدث عن عمل بطولي ونوعي يقوم به أنصار الله في اليمن، وهذا يؤثر بشكل كبير ليس على إسرائيل وإنما على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل وأعطى تأييد كامل لإسرائيل لقيامها بشن عدوان همج ضد قطاع غزة. يعني بتقدير أن كل ما يقوم به يعني محور المقاومة هذا له دور مؤثر جدا في سير يعني المعركة، أضف إلى ذلك يعني صمود وثبات الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. نعم، شكرا لك سيد عرفات أبو زايد. سريعا، من الأهداف الرئيسية لزيارة بلينكين هو أنه منع نشوب حرب كبرى، بالخصوص بما تملكه حزب الله. نتكلم نحن من جنوب لبنان، لأنه حزب الله تحول من استراتيجية ميزان الذهب ضمن قواعد الاشتباك إلى بالتالي استراتيجية الضربات التصاعدية، ميرون والقاعدة في الخوف والقلق. إذا منعود قبل عملية طوفان الأقصى لخطاب لسمحة السيد عندما قال القليل من الصواريخ الدقيقة تستطيع أن تضرب العدو الإسرائيلي بكل مرتكزاته ومقوماته وصولا إلى مفاعل ديمونا. بدي أقول لك يا أستاذ مروان، اليوم لا شك هناك قد يكون هناك الوجع متوازي متساوي بين العدو الإسرائيلي والفلسطينيين، لكن اليوم نحن نتكلم عن آلاف الإسرائيليين لا يستطيعون العودة إلى غلاف غزة، آلاف الإسرائيليين لا يستطيعون العودة إلى شمال فلسطين، وبالتالي إنما صاحب الحق وإن كان وجعه إنما هو ظرفي طالما هو صاحب الحق، لأنه صحيح. بيكون هذا مسار وممر ونافذة لأنه يحصل على حقوقه. نعم دكتور، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية دكتور إياد سكرية، شكرا لك. أشكر أيضا ضيفي من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جهاد حرب، من غزة الكاتب والمحلل السياسي أيضا أستاذ عرفات أبو زايد، والشكر أيضا للزملاء الصحفيين، كان معنا محمد عابد من جنين ومحمد حمدان من جنين أيضا، والزميل علام صباح كان معنا من رفح. شكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.